لنسكين. صلوا واوفوا الرب إلهنا. يا الله معروف في أرضي يهوذا. الحكمة. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إننا نحن عاملون مع الله وأنتم حقل الله وبنائه، إنما بحسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم وضعت الأساس وآخر يبني عليه. فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، إذ لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الموضوع وهو يسوع المسيح. فإن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا أو فضة أو حجارة ثمينة أو خشبا أو عشبا، فإن عمل كل واحد سيكون بينا، لأن يوم الرب سيظهره، لأنه يعلن بالنار. وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو، فمن منا بقي عمل على بنائه ينال أجرة، ومن احترق عمله فسيخسر، وسيخلصه ولكن كما يمر في النار. أما تعلمون أنكم هيكل الله، وإن روح الله ساكن فيكم؟ من يفسد هيكل الله يفسد الله، لأن هيكل الله مقدس. وهو أنتم. لك أيها القارئ وجميع الشعب. Wisdom attend, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي، في ذلك الزمان اضطر يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، ولما صرف الجموع صعد وحده إلى الجبل ليصلي، ولما كان المساء كان هناك وحده، وكانت السفينة في وسط البحر تكدها الأمواج لأن الريح كانت مضادة لها. وعند الهجعة الرابعة من الليل مضى إليهم ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا وقالوا إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا ثقوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس قائلا يا رب إن كنت أنت هو فأمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء آتي إلى يسوع، فلما رأى شدة الريح خاف، وإذ بدأ يغرق صاح قائلا يا رب نجني.
وللوقت مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، فجاء الذين كانوا في السفينة وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. ولما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارة